أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. المشاهد، رئيس جمعية أيادي المحبة للثقافة والمسرح والأعمال الاجتماعية. اليوم عندنا تظاهرة واحد العرض فني بعنوان العظماء فوق الخشبة، يعني اللي كيطلع للخشبة للعظماء. حنا سمينا نفسنا بالعظماء، يعني بغينا نبينوا الموهبة ديالنا. وكنتمنى كل الشكر لأي واحد فاعل خير واي واحد عنده واحد الموهبه. وحنايا مجموعين هنايا ماشي كجمعيه، وهي مجموعين كعائله، عائله ايادي المحبه. وكنتمنى الخير لاي واحد وشكرا. مونيكات ها مونيكات شاش ها عادو ديري 30 امريكا طوبسيون هذه ما فهمت خاويه فعامره بحال اللي كيدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا فاطمة زراء حمدوشي، عضو في جمعية أيادي المحبة للثقافة والمسرح والأعمال الاجتماعية. إحنا اليوم منظمين عرض فني تحت عنوان عظماء فوق الخشبة. هو عرض كيشمل ما بين كل ما هو مسرحي وفن موسيقي. الأنشطة أو اللوحات الفنية والمسرحية اللي غادي يكونوا اليوم هما من تنظيم 100% من فرقة المسرح لجمعية أيادي المحبة. احنا جمعيه كتخدم على بزاف ديال المجالات من غير المسرح، اللي هما الاعمال الاجتماعيه، ودرنا مجموعه من الاعمال الاجتماعيه سابقه في رمضان في الاعياد الى اخره. درنا مهرجان وطني للموسيقى بالجديده، خرجنا منه فائزين فئه الراب، فئه سولو، وفئه الباند. عندنا رؤيه مستقبليه اننا نديروا مهرجان ديال المسرح ومسابقات شعريه والى اخره. يعني احنا كنهتموا بكل ما هو فني بصفة عامة. شكرا. كما تعرفون المتشاور نائب رئيس المجلس مشرف على قسم الاقتصاد والاجتماعي اليوم غنحاولوا باذن الله طموحنا كامل غنحاولوا نفكروا حلول لهذه المدينه العزيزه علينا. من هذه المنشاه التاريخيه راه اشاره من الشعب كامل. شفت معاه طريق الشر والغضب. نسيت الدين ديالي. بغيت نتعرف كيفاش قشتي انايا. الراب دم اسرار سن بنادم حم دم عدم رجال جن باي كفن اسلامي كيموتو في الحبس الاشهر طلب فاك ماري وانا اسمع داك سبل عطيني دابا داك الماري بريك الارض بريك بريك الارض يا كون جاش عليا كون فنتك تحت الارض يا تحت الارض يا تحت الارض.